أهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة بالعناوين. واشنطن تعلن عن تحالف لتأمين الملاحة في هرمز، وطهران تحذر من زعزعة أمن المنطقة. ساعات على انتهاء مهلة عبد المهدي لهيكلة الحجد، وأغلب فصائله تستجيب للقرار. خلية الصقور تحدد مكان وجود البغدادي، والقوات المشتركة تتصدى لهجوم في صلاح الدين. أربع سنوات لحل أزمة الطاقة، يقول وزير الكهرباء، ويؤكد مشاريعنا ستحقق الاكتفاء الذاتي. البداية من واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تواصل التنسيق مع بريطانيا بشأن السفينة البريطانية المحتجزة لدى إيران. وفي كلمته خلال المعهد الاقتصادي، أكد بومبيو سعي الإدارة الأمريكية لتأمين الحركة الملاحية في مضيق هرمز. العالم يفهم أهمية مضيق هرمز، والولايات المتحدة عليها أن تؤدي دورها في هذه المنطقة، وعلى الدول الأخرى المساعدة في ذلك. لقد رأينا ماذا حصل مع السفينة البريطانية المحتجزة في إيران، وأنا أعمل مع وزير الخارجية البريطاني لتحقيق العدالة في هذه القضية. لدينا قلق شديد من سعي إيران للحصول على أسلحة نووية. عقوباتنا على إيران رادعة، ونجحت في تخفيض قدرتها بعد خفض صادراتها النفطية إلى 95%، وبالتالي وقف تمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد العالمي. في هذه الأثناء، كشف تقرير أمريكي عن وجود خلاف بين واشنطن ولندن فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الراهنة مع طهران. وجاء فيه أن رفض بريطانيا المضي مع نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد من العدوان الإيراني أثار قلق الخبراء والمشرعين حول وضع العلاقة الخاصة بين الحليفين التاريخيين. التقرير الذي نشره موقع ذا هيل المتخصص في شؤون الكونغرس قال إن بريطانيا رفضت الاستجابة لدعوة أمريكا بإنشاء قوة دولية لحماية السفن غير الإيرانية العابرة للخليج، رغم أن واحدة من ناقلاتها احتجزت في المنطقة. وقررت بريطانيا زيادة وجودها العسكري في تلك المنطقة. هذا وتعتزم بريطانيا إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين الإضافيين إلى البحرين هذا الأسبوع للمساعدة في تعزيز الحماية البحرية للسفن في الخليج. تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الحكومة البريطانية عن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، وذلك لتأمين ملاحة السفن التجارية للمملكة المتحدة عبر مضيق هرمز. هذا وستعمل المدمرة الجديدة إلى جانب فرقاطة بريطانية أخرى على مرافقة السفن البريطانية وتأمينها. إلى ذلك، طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالإفراج عن السفينة التي ترفع العلم البريطاني، مؤكدا أنه لن يكون هناك تبادل لناقلات. ودعا راب إيران إلى احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران، ونؤكد هنا أنه لن يكون هنالك تبادل للناقلات. المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز يحظى بدعم أمريكي، لذا يجب على إيران احترام القانون الدولي.
هذا ونشر الحرس الثوري الإيراني تسجيلا صوتيا وفيديو يظهر عسكريين يحذرون سفينة حربية بريطانية خلال احتجاز الناقلة البريطانية قرب مضيق هرمز. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن السفينة الحربية البريطانية الموجودة في هذا الفيديو هي ذات السفينة التي كانت ترافق ناقلة النفط التي أوقفها الحرس الثوري حين لم تتمكن من منع إيقافها. من جهته دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بريطانيا للإفراج الفوري عن السفينة الإيرانية المحتجزة، كما حذر من وجود أي قوة أجنبية في الخليج قد تهدد أمن المنطقة على حد تعبيره. تأتي البلدان مختلفة إلى إيران لمناقشة قضايا الأمن القومي، وبطبيعة الحال تقدم اقتراحات للحل، لكن هذا لا يعني قبول الوساطة. موقف إيران من السفينة الإيرانية التي سرقتها الحكومة البريطانية واضح وقائم على إطار قانوني، أنه يجب عليهم التوقف عن سرقة السفينة وإطلاق سراحها. سمعنا مؤخرا حديثا عن وجود رغبة لاستدعاء أسطول أوروبي إلى الخليج، ونعتقد أن مثل هذه الأعمال تهدد بالتصعيد في الظروف الحالية وتمثل رسالة معادية وتحفز التوترات. وقد أكدت الجمهورية الإسلامية لجميع الدول رفضها لدعم هذه الأعمال الاستفزازية، ونحن ما زلنا نعتقد أن الأمن الإقليمي سيوفر من قبل دول المنطقة. في غضون ذلك جددت طهران ترحيبها بجهود العراق لحل الأزمة الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى التزامها بأمن الخليج ومضيق هرمز. وردا على انضمام دول أوروبية إلى حلف أمريكي مناوئ لإيران، قال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إن على دول العالم عدم الانضمام إلى ائتلافات تهدد أمن المنطقة. عقدنا مؤخرا مع وزير خارجية عمان ورئيس الوزراء العراقي مشاورات ثنائية جرت في إطار العلاقات الجيدة بين إيران وجيرانها. إن إيران ملتزمة بالحفاظ على أمن الخليج ومضيق هرمز، ولن نرضى بتدخل دول إقليمية أو غيرها لضمان أمن مضيق هرمز لأنه يتمتع بالأمن، كما لا ننصح الدول بالانضمام إلى ائتلافات لا أساس لها وتقوم على الوهم. الأخبار مستمرة. ساعات قليلة وتنتهي المهلة المحددة التي منحها المرسوم الديواني لهيكلة فصائل الحج الشعبي وضمها إلى القوات المسلحة. هذا المرسوم الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مطلع تموز الجاري قال إنه سيعمل على تنظيم أوضاع الحشد. وبحسب مصدر مطلع فإن أغلب الفصائل داخل هيئة الحشد استجابت للقرار، فيما لم توضح فصائل أخرى موقفها منه. وبانتهاء المدة التي منحها المرسوم الديواني فإن قيادات الفصائل أمام أحد الخيارين، التفرغ للسياسة وبالتالي التخلي عن السلاح، أو الاندماج ضمن القوات الأمنية لإخضاعها ومقراتها وترسانتها العسكرية لسلطة الدولة. يومان على انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لإخضاع جميع الفصائل المسلحة ضمن الحشد الشعبي للمرسوم الديواني القاضي بتنظيم عملها ومقراتها العسكرية لسلطة الدولة. لم يتبقى إلا يومين على انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لإخضاع جميع الفصائل المسلحة ضمن الحشد الشعبي للمرسوم الديواني القاضي بتنظيم عملها ومقراتها العسكرية لسلطة الدولة، والتي ما زالت تواجه تحفظا من عدة فصائل مسلحة. كما كان متوقعا حقيقة، صعوبة تطبيق هذا القرار تأتي من كون معظم قوات الحشد الشعبي أعلنت بصريح العبارة عدم التزامها بتنفيذ هذا الأمر الديواني الذي صدر، خصوصا أنه حدد سقف زمني قصير جدا، كان في حدود شهر واحد. يأتي ذلك مع تسريبات تؤكد أن فصائل عدة ترفض قرار عبد المهدي رغم اقتراب الموعد المقرر لتنفيذ القرار نهاية الشهر الحالي، كما لم تسمح للقوات العراقية بتسلم مناطق تخضع لها.
إلى حد الآن لم تتخذ إجراءات فعلية على الواقع، أي خطوة عملية لم تجري، فما بالك بقوات من الحشد الشعبي أعلنت رفضها بشكل كبير الانصياع لهذا الأمر وعدم تمثيلها لهذا القرار. هنا إشكالية كبيرة سيمر بها السيد عادل عبد المهدي وحكومته، كون أن قوات الحشد الشعبي تمثل قوة غير صغيرة في العمل السياسي والحكومي والعسكري على الأرض. على هذا الأساس سوف يقع في أكثر من مطب وسوف يحرج في تنفيذ هذا الأمر. يبدو أن رئيس الوزراء يتعرض إلى ضغوط كبيرة من قيادات بارزة في الحشد الشعبي من أجل الحصول على استثناءات لبعض الفصائل، إلا أن عبد المهدي يسعى إلى تطبيق الأمر الديواني الذي أصدره في الأول من الشهر الحالي، لكن الضغوط ما زالت تعرقل ذلك. قليلة تنتهي معها المهلة التي حددها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لفصائل الحشد الشعبي للالتزام بالهيكلية التي وجه بها بحسب الأمر الديواني الخاص بذلك. الأمر الديواني صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مطلع تموز الجاري. كان من خطه العريض أن تدمج هيئة الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية ووضع قيادات الفصائل أمام أحد الخيارين: التفرغ للسياسة والتخلي عن السلاح، أو الاندماج ضمن القوات الأمنية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة. من أبرز النقاط التي وردت في الأمر الديواني التخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في معارك التحرير، وتستبدل بتسميات عسكرية كفرقة، لواء، فوج، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمولة بها في القوات المسلحة. الأمر الديواني أمهل الفصائل حتى نهاية الشهر للخضوع إلى القرار، مما يعني أن نهاية المدة لم يتبقى لها سوى ساعات، ولم يستجب للأمر بإيجابية إلا القليل من قادة تلك الفصائل، فيما لم تكتفي بعض تلك الفصائل الأخرى بالتعليق حتى على الأمر. خبراء أمنيون لفتوا إلى أن الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي لا يختلف عما جاء في فقرات قانون الحشد لسنة 2016، ولم يختلف عما أصدره رئيس الوزراء السابق العبادي، لافتين إلى وجود 7 فصائل لن تلتزم بهذا الأمر الديواني، خاصة تلك التي تمتلك مقاتلين في سوريا. عبد المهدي ذكر أن غالبية فصائل الحشد الشعبي ترى الأمر الديواني الخاص بتنظيم أوضاع مقاتلي الحشد تراه أمرا جيدا وهي تؤيده، وأعلنت عن ذلك وصدرت بعض التحفظات من بعض الفصائل، مؤكدا المضي بالإجراءات إلى الأمام، وأن العديد من الفصائل بدأت بغلق مقراتها فعلا. الأخبار مستمرة. للمتابعة ينضم إلينا الآن القيادي في الإصلاح من بغداد مباشرة السيد منعم الهتاوي. أهلا بك يا سيد منعم. إذن يعني ساعات قليلة وتنتهي المهلة المحددة من قبل رئاسة الوزراء من أجل تطبيق القرار الخاص بضم جميع فصائل الحج الشعبي ضمن المؤسسة العسكرية. إمكانية تطبيق القرار سيد منعم، خصوصا وأن هذا القرار لم يصدر يعني للمرة الأولى، يعني صدر كما تعرف في عام 2015، أيضا السيد حيدر العبادي قام بإصدار مرسوم مشابه، يعني إمكانية تطبيق القرار بالكامل. شكرا جزيلا ست آلاء، تحية الجناب الكريم والأخ الحبيب أستاذ مصطفى ولمشاهديكم الكرام. بالفعل يعني هذا الأمر الديواني اللي صدر من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي نهاية الشهر الماضي، نهاية شهر حزيران، وأنت يعني مدة شهر لتطبيقه وصدور يعني تطبيقه على أرض الواقع، هو بالفعل هو لا يختلف كثيرا عما جاء به السيد العبادي طبعا في 2016، يعني كان مشروع حكومي وصدر القانون على ما أتذكر، يعني كان قانون رقم 40 سنة 2016 اللي يعني أعطى التوصيف القانوني للحشد الشعبي بقانون، هو طبعا كان قانون مبتسر لا يعني وقليلة مواده وفقراته، نظم آلية العمل.
واقع الحال يشير لأنه إمكانية التطبيق ربما اصطدمت حاليا يعني بنوع من الرفض والتململ داخل فصائل المنتمية للحشد الشعبي، رغم أنه في البداية عندما أعلن يعني ويعني كمتابعين في البداية عندما صدر الأمر الديواني رحبت أغلب الفصائل بهذا الأمر، لكن يعني بعد يعني ما مضى أكثر من 24 ساعة صدرت مواقف من يعني من نفس الجهات بتحفظها على بعض الفقرات. نعم. نعم هذا ربما سيكون سؤال القادم سيد منعم. إمكانية يعني التطبيق نعم اسمح لي هنا فقط، يعني أنت تقول أن هناك بعض الفصائل أصدرت كتحفظ على بعض القرارات الصادرة يعني أو على بعض النقاط التفصيلية الموجودة في قرار السيد عادل عبد المهدي، إمكانية تطبيق هذه القرارات بالكامل يعني خصوصا أنه النص يعني هناك في يعني تفاصيل كثيرة منها مثلا تسليم المناطق التي يتواجد فيها الحج الشعبي، إعادة النازحين، هذه التفاصيل يعني هل يمكن أن يعني تطبق كاملة؟ لا أعتقد أنه يجب أن تطبق يعني المفروض عندما صدر الأمر الديواني يجب أن يكون السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي بوصف القائد العام للقوات المسلحة والرئيس التنفيذي يعني المسؤول التنفيذي الأعلى في الدولة المسؤول عن السياسة العامة للدولة يجب أن يكون بهذا الإطار، لكن المشكلة أنه بعد مضي شهر لحد هذه اللحظة يعني ما طبق يعني فقط أنه سحب الفصير 30 المتمركز في وهذا الأمر أيضا يعني لم يتم يعني أيضا صار بتريث، ولذلك أعتقد أنه يعني ستكون هناك عقبات ربما ستكون هناك صعوبة في تطبيقه، وهذا الأمر يعني المشكلة في أيضا بنية النظام السياسي العراقي والقدرة على إنفاذ القرارات أعتقد أنها لا زالت يعني ليست بالدرجة الكافية من كمبدأ عام، يجب أن تكون هناك يعني الكل يخضع إلى القائد العام للقوات المسلحة وقيادة واحدة هذه في الجانب الأمني، أما الاختلاف في التفصيلات يعني مسألة التسميات ومسألة يعني أعتقد أنها يعني كان المفروض أن تحسم وتسير الأمور يعني مسارها الصحيح. طيب. يجي يعني هي الغاية من هذا الأمر هي إعادة تنظيم وإعادة ارتباط يعني حتى عندما صدرت فتوى المرجعية دعت إلى قوة أمنية مساندة للجيش ولم تكن قوة مستقلة، فأعتقد أنه يعني لا أعرف ما هو الضير من يعني أن تكون هذه الفصائل خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة. طيب هذا يضعنا أمام سؤال، الخطوة التالية سيد منعم يعني ما هي الخطوة التالية خصوصا أن هناك بعض الجهات داخل الحشد رفضت أو لم تعلق في أحسن الأحوال على القرار، ما هي الخطوة المتوقعة من السيد عادل عبد المهدي مع هذه الحالة أو مع حالات أخرى سميتها أنت يعني عدم إمكانية تطبيق القرار في المهلة المحددة، هل يمكن أن يمدد المهلة مثلا حتى يضمن تطبيق القرار في كافة المناطق مع كافة الفصائل المتواجدة؟ نعم هي أعتقد طبعا هي ليست كل الفصائل يعني تحفظت أو رفضت القرار، الكثير نعم من هذه الفصائل بدأت فعلا بإخلاء مواقعها وتسليمها وانضمام إلى يعني إعادة هيكلتها مع القوات المسلحة العراقية، لكن أعتقد أن السيد عادل عبد المهدي يعني في هذه الساعات القليلة يعني هي لم تبقى إلا ساعات ربما يوم لانتهاء المدة، أعتقد أنه لن يستطيع تطبيق هذا القرار وربما يعني يلجأ إلى تمديد المدة المطلوبة لإعادة الهيكلة وإعادة الدمج، لأنه أولا فيها مسألة إخلاء مواقع، مسألة دمج، تغيير تسميات، معالجة مسألة الرتب يعني هناك أشخاص يحملون الرتب أيضا
في القرار، وفي هو حتى قانون الحج الشعبي الرتب الممنوحة يجب أن تكون يعني متوافقة مع النظام العسكري العراقي اللي منح الرتب. فأعتقد أن هذا الأمر يعني في هذه الساعات أو الأيام لا أعتقد أن إمكانية تطبيقها، سيما مع أن التجاذبات السياسية وانشغال الحكومة العراقية بأيضا ملفات أخرى فضلا عن الوضع الإقليمي والدولي. القيادي في الإصلاح سيد منعم الهيتاوي، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. كشفت خلية الصقور الاستخباراتية عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وبينة أنه متواجد حاليا في سوريا مع معاونيه العرب والأجانب. وقالت الخلية في بيان إن البغدادي ما زال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات أجنبية وعربية وعراقية، مضيفة أن البغدادي يعاني من عجز وشلل في أطرافه بسبب إصابته بالعمود الفقري، ذلك خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع طائرات القوة في منطقة هجين في سوريا قبل تحريرها. في صلاح الدين تصدت حماية المواقع النفطية لهجوم شنه عدد من عناصر داعش، استهدف هذا الهجوم حقلين نفطيين في المحافظة. مصدر أمني أوضح أن العناصر هاجمت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حقول عجيل وعلاس النفطيين، مضيفا أن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون أي إصابات، فيما أكد أنه تم التصدي لعناصر داعش وتم منعهم من الوصول إلى المواقع، ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ عام 2017. في شمال البلاد أخلى حرس الحدود في إقليم كردستان سكان 400 قرية بسبب نشاطات منظمة بكاكا في المناطق الحدودية مع تركيا. قائد حرس الحدود في الإقليم قال إن سكان تلك القرى اضطروا إلى مغادرة مناطقهم وترك ممتلكاتهم من أجل الحفاظ على سلامتهم، وذلك بسبب أنشطة وتحركات عناصر بكاكا الإرهابي، مضيفا أن أضرارا جسيمة لحقت بالمنطقة والقرى الحدودية شمالي العراق، فضلا عن أضرار بملايين الدولارات تلحق سنويا بالمزارعين بسبب تواجد تلك العناصر، فيما أكد أن عمليات النزوح مستمرة لغاية الآن. عبر أهالي الموصل عن رفضهم لقرار نقل عوائل الدواعش من مخيمات الهول في سوريا إلى محافظة نينوى، مؤكدين أن الموصل لا زالت تعاني من ويلات عناصر التنظيم. وطالب ناشطون مدنيون الحكومة العراقية لتوفير مواقع خارج نينوى لعوائلهم، إضافة إلى تهيئة برامج لإعادة تأهيلهم بدلا من تركهم كقنابل موقوتة على أسوار المدن المحررة. شباب محافظة نينوى طلعنا احتجاجيا إلى ما قررته الحكومة بعودة النازحين من مخيم الهول إلى مخيمات الجدعة والسلامية وغيرها من المخيمات. احنا لا نرضى بهذا الامر، فانهم قد اذوا المدينه ان كان رجالهم او اخوها او ابوها، اي شخص من هاي العوائل هو يكون فرد من هاي العائله، وللعلم انه اطفالهم سالكين هذا المنهج ونساءهم ولهم عقول متقفله. مطالبنا احنا شباب الموصل الريش يرفع معنوياتنا ماكو، اليوم كلها احباطات باحباطات، اخر احباط واخر خبر نسمعه هو عودة عوائل الدواعش إلى محافظة نينوى، وشون عدد 32,000، يعني عدد مخيف ومرعب. نسمع الحكومة العراقية وافقت على عودة عوائل الدواعش إلى محافظة نينوى وتوفر لهم كامل وسائل الراحة، نقل وباصات مكيفة ومبيت سكن غذاء أمن، ومبلغ نسمع بمبالغ 72 مليون دولار. زين عندكم هيك امكانيه تصرفون عوائل الدواعش؟ ما عندكم هيك امكانيه تصرفون المدينه القديمه؟ طالبت وزاره الهجره والمهجرين المحافظات التي تم تحويل الاموال اليها والبالغه 445 مليار دينار أن توظفها لتشجيع بقية النازحين على العودة الطوعية. وخلال اجتماعه مع حكومة صلاح الدين المحلية، دعا وزير الهجرة والمهجرين نوفل موسى الحكومات المحلية والمنظمات الدولية والجهات الساندة، دعاهم إلى حل مشاكل النازحين والعائدين، وذلك من خلال إعادة إعمار مناطقهم المدمرة وتشجيع النازحين على العودة إلى أماكنهم الأصلية.
في بابل تظاهر العشرات من موظفي الأجور اليومية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر. وقال عدد من المتظاهرين أنه منذ 3 أشهر والعقود متوقفة وحتى الأجور اليومية لم تسلم، محذرين من أنه في حال استمرت الأمور على حالها سيضربون عن العمل لحين منحهم رواتبهم. هذا وحمل المتظاهرون حملوا لافتات كتب عليها أين حقوقنا وأين عقودنا لماذا تهمش. أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير استخدام القوات الأمنية العنف ضد حملة الشهادات العليا أثناء تظاهراتهم أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد. وطلب المركز في بيان باتخاذ قرارات عاجلة بحق القوات الأمنية لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يعد أسلوبا ممنهجا وخطة موضوعة لإنهاء الاحتجاجات في البلاد. نبقى في بغداد حيث استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما وصفه باستيلاء الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين في محيط مطار بغداد، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة أو تعويض المدنيين المتضررين. وفي بيان له قال المرصد الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له إن قرار مجلس الوزراء العراقي بالاستيلاء عنوة على أراضي المواطنين ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حق التملك ويمنع تجريد أي إنسان من ملكه تعسفا. نفت الخطوط الجوية العراقية الأنباء التي تحدثت عن جمع طيار عراقي الأموال من المسافرين في مطار تونس. وقالت الخطوط في بيان إن الطائرة مؤجرة لإحدى الشركات الخاصة لعدم وجود خط مباشر إلى تونس، وهذه الشركة بناء على عقد الاستئجار مسؤولة عن تلك الرحلة، وبالفعل حصلت بعض الإشكالات اللوجستية التي أدت إلى تأخر إقلاع الطائرة التي عاودت إقلاعها فيما بعد، وعلى متنها المسافرين إلى بغداد بسلامة وأمان، مضيفة أنه لا صحة لما تداولته بعض الفيديوهات عن جمع أموال من المسافرين من قبل الطيار، وهو أمر لا يمكن للعقل السليم أن يأخذ به. كانت السفارة التونسية في بغداد حملت الخطوط الجوية العراقية مسؤولية تأخر إقلاع الطائرة من مطار قرطاج الدولي، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمسافر عراقي زعم فيه أن طيارا طالب المسافرين على متن الرحلة التي يقودها من تونس إلى بغداد بدفع ثمن وقود الطائرة البالغ 3000 دولار. اليوم أنا بمطار قرطاج الدولي، اليوم المفروض أنه راجعين العراق ساعة بالأربع لازم الطيارة على الخطوط الجوية العراقية. تفاجأنا أنه الطيارة تأخرت ساعة كاملة. مثل ما تشوفون هاي الناس كلها قاعدة تنتظر من ساعة بالثنتين تقريبا أو بالوحدة ونص أنه لازم الطيارة تطير ساعة بالأربع. بالخمسة جانا الخبر أنه الطيارة واصلة بس ما بيها بنزين، والطيار يقول لموني 3000 دولار على مود أفول الطيارة ونطلع. يعني هاي وين صايرة؟ بس أرد أعرف يعني بيا خطوط جوية بيا دولة. أشوف هاي الناس، حكيت ويا أمن المطار، حكيت ويا المدير قلت له ممكن تطلع لايف وياي تحكينا عن هذا الموضوع، بس ما حد يقبل يطلع. في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الملف النفطي والموازنة، تواجه حكومة أقليم كردستان ديونا ضخمة تقدر بأكثر من 14 مليار دولار. قديمان ما بين المركز وإقليمه يتمثلان بتصدير النفط والموازنة، فحكومة مسرور البرزان التي شكلت حديثا تواجه ديونا كبيرة تقدر ب14 مليار دولار جراء فرض قرار الإدخار الإجباري على موظف الإقليم قبل 3 سنوات وحربه مع تنظيم داعش والذي تسبب بتراكم الديون على الإقليم. بسبب الحرب التي شنتها منظمة داعش الإرهابية على العراق وعلى كردستان وحرمان الإقليم أيضا منذ 2014 من حصته في الموازنة إلى 2018، تراكمت مجموعة من الديون على شكل قروض لشركات أو لدول ربما وصلت إلى 20 مليار دولار،
هناك أيضا ديون للإقليم على الحكومة الاتحادية، وهي قيمة الحصة الإقليم من الموازنة والبالغة أكثر من 40 مليار. أنا أعتقد اللجان الفنية التي تم تشكيلها إثر زيارة وفد رفيع المستوى من بغداد وضعت نصب أعينها هذه الإشكاليات، وهناك وفد في نهاية هذا الأسبوع سيذهب إلى بغداد لكي يستكمل ما الخارطة التي وضعت في اجتماعات أربيل. وعلى طريق يعتقد المراقبون أنه سيكون طويلا ومحفوفا بالتحديات، فديون الشركات النفطية والمستثمرين والكهرباء والمصارف الأهلية والمحلية ارتفعت خلال السنوات الماضية، فحلها يحتاج إلى نوايا صادقة بتفعيل الاتفاق النفطي والذي يلزم الإقليم بتصدير 250 ألف برميل مقابل التزام بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم. الإقليم ملتزم بقانون الموازنة، قانون الموازنة في المادة 10 ينص حرفيا في حالة عدم تسليم الإقليم ل 250 ألف برميل شهريا يتم استقطاع الضرر المنتج الناتج عن ذلك من حصة الإقليم، وهو ما يحدث منذ 6 أشهر. حصة الإقليم هي ما يعادل 900 مليون دولار شهريا، نحن نستلم 454 مليون فقط، أي يتم استقطاع ثمن النفط المصدر، وكل ما يشاع بأن الإقليم لا يلتزم بالقانون وأن الإقليم يجب أن يسلم، هذا بعيد كليا عن ما ينص عليه القانون. حجم الديون المتراكمة ليس معلوما إلى الآن بحسب المعطيات، فحكومة الإقليم دون موازنة منذ 4 أعوام، كما لم ترسل تصفية حساباتها إلى برلمان الإقليم لمعرفة حجم إيراداتها ونفقاتها سنويا. تواجه حكومة إقليم كردستان العراق عواقب عديدة من خلال تراكم الديون عليها، فحلها يحتاج إلى نوايا صادقة ما بينها وبين بغداد وفق الأطر الدستورية. بشير الحسن، قناة الفلوجة. مستمرة مشاهدينا، نتابع فيها لكن بعد قليل. أسود الرافدين في مواجهة لبنان بافتتاح غرب آسيا، وفيفا تعلن اعتمادها كبطولة رسمية. قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب إن مشكلة الكهرباء في العراق ستحل خلال السنوات الأربع المقبلة، مبينا أن إنتاج الطاقة وصل إلى 19,200 ميجاوات. وقال الخطيب في تصريح صحفي أن العراق يعمل على إتمام الربط الخليجي عن طريق الكويت والسعودية بصورة مباشرة ومع كل من تركيا والأردن، وخلال سنة سيتحقق الربط الخليجي، وهناك مفاوضات مع الجانب التركي لتفعيل عملية الربط معها، مضيفا أن الربط الكهربائي مع الأردن يتطلب إنجازه مدة تصل إلى 1.5 سنة على أن ينفذ على الأراضي العراقية من قبل ملكات الوزارة. زار وفد من وزارة رفيع وفد رفيع المستوى للإطلاع على سد الموصل وعلى آلية عمل محطة توليد الكهرباء والكميات المجهزة لمحافظة نينوى من الطاقة الكهربائية. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الهنين أن الحكومة العراقية تولي اهتماما خاصا لنينوى وتسعى لتوفير كافة احتياجات الأهالي هناك، وأكد الهنين أن الأشهر الثمانية القادمة ستشهد تطورا يرفع نسبة تجهيز الكهرباء في المحافظة إلى أكثر من 50%. هناك خطة عمل كاملة وهي خارطة الطريق لهذه المحافظة ستنجز إن شاء الله خلال 8 أشهر القادمة، بمعنى أننا قبل السنة القادمة 1/6/2020 كما علمنا من الإخوان في هذا القطاع أن المحافظة ستجهز بما لا يقل عن 1500 ميجاوات، وأعتقد هذه نسبة جيدة وتطور كبير لربما يزيد عن 50% من الطاقة المجهزة حاليا إلى مدينة الموصل.
من جهته أكد مدير توزيع كهرباء المنطقة الشمالية خالد غزال أن محافظة نينوى تشهد تحسنا في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، مؤكدا سعي وزارة الكهرباء لإضافة محطات توليدية جديدة لتأهيل المحطات الثانوية أيضا ولضمان استقرار المنظومة وزيادة ساعات التجهيز. طرحنا خلال الاجتماع خطة الوزارة والمتضمنة إضافة وحدات توليدية جديدة في محطات الإنتاج في محافظتين نينوى وكركوك، بالإضافة إلى تأهيل المحطات الثانوية الناقلة للطاقة الكهربائية لـ 400 و 132 كيفي والخطوط الناقلة لزيادة موثوقية التجهيز بالطاقة الكهربائية واستقرار المنظومة، بالإضافة إلى زيادة ساعات التجهيز، حيث من المؤمل وصول التجهيز خلال العام القادم إلى 15,000 ميجا واط 1500 ميجا واط عفوا، بالإضافة إلى 2000 ميجا واط خلال العامين القادمين. النائب الفني لمحافظ نينوى حسن اللهيبي أكد استمرار عمليات الصيانة للخط الناقل إلى نينوى، كاشفا عن قرب حل العديد من مشاكل الطاقة الكهربائية بعد إحالة عدد من المشاريع إلى التطوير خلال الفترة المقبلة. هنالك ضغط على الخط الناقل وعمليات الصيانة جارية حاليا، ولكن نسبة كبيرة من هذه المشاكل سوف تحل إن شاء الله في القريب العاجل. سوف يتم إحالة مشروع المحطة الحرارية ومحطات إضافية أخرى قد تساهم أو تساعد كثيرا في حل المشاكل الكهرباء في محافظة نينوى والمحافظات الشمالية مستقبلا. أطلق النشطاء من مدينة الفلوجة حملة لحماية نهر الفرات من التلوث البيئي الذي زادت معدلاته خلال السنوات القليلة الماضية. وقال النشطاء أن الملوثات الطبية والخدمية فضلا عن نفايات المطاعم والمقاهي المنتشرة على ضفاف النهر تجعل من النهر مصدرا للأمراض، وأكدوا أن الحكومة تفتقر إلى إدارة سليمة لملف نهر الفرات، إضافة إلى أن الحملة تتضمن توعية المواطن بضرورة الحفاظ على النهر. طبعا من اهم النقاط اللي احنا نشتغل عليها كمجتمع مدني ونشطاء مجتمع مدني هي التوعيه، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه انه احنا دورنا بديل للحكومه، فبما انه احنا نعتقد ان الحكومه عندها في الجانب تقصير بهذا المجال البيئي والمياه، فنضطر نحن كمجتمع مدني انه نكمل هذا الدور الناقص. متواجدين في محافظه الانبار تم رصد العديد من المشاكل الموجوده تعاني منها نهر الفرات، ابرز هذه المشاكل هي المخلفات الطبيه والنفايات الموجودة التي تلقى من قبل المقاهي والمطاعم الموجودة على نهر الفرات، كذلك مياه الصرف الصحي الموجودة على أغلب التي تلقى من أغلب المدن الموجودة على نهر الفرات. دورنا كناشطين محاولة توعية المجتمع بأهمية النهر وضرورة المحافظة عليه من التجاوزات، وكذلك التعاون مع الدوائر المعنية في المدن الموجودة في محافظة الأنبار للحد من هذه التجاوزات. سلم وزير الخارجية محمد علي الحكيم وزير الثقافة والآثار عبد الأمير الحمداني قطعا أثرية كانت قد حصلت عليها وزارة الخارجية من دول عدة عبر التنسيق بين سفارات العراق مع دول العالم. وأكد الحكيم استمرار جهود وزارة الخارجية فيما يخص باسترجاع الآثار المسروقة والمهربة إلى مختلف دول العالم، داعيا جميع الدول التي لديها آثار عراقية إلى إعادتها إلى العراق. تعاون مشترك بين الوزارتين لاسترداد أيضا جميع ما انسرق من تحف عراقية وأيضا آثار عراقية. نشكر الدول اللي ساعدتنا على استرجاعها بشكل كامل، دول كثيرة ساعدت على استرجاع هذه الآثار بشكل جيد، هناك قطع كثيرة راح توصلنا إن شاء الله قريبا. بالنسبة لنا يوم مميز أن تعود هذه القطع وهذه اللوحات وهذه الأعمال الفنية إلى الأم، إلى الحضن الأم. وجود هذه القطع خارج العراق كان بطريقة غير يعني شرعية وغير معترف بها، لذلك المجتمع الدولي الآن يقف مع العراق في مجال استعادة هذا التراث. خبرنا الأخير من الرياضة، حيث اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتمد بطولة غرب آسيا لكرة القدم كبطولة رسمية. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان إن غرب آسيا هي بطولة رسمية معتمدة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المشرفة على البطولة بالجاهزية وتميز العراق لاستضافتها. هذا وستنطلق البطولة غدا الثلاثاء بمشاركة تسعة منتخبات قسمت إلى مجموعتين في كربلاء وأربيل،
وسيفتتح منتخبنا الوطني البطولة بلقائه بنظيره اللبناني على ملعب كربلاء الدولي. ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن عن تحالف لتأمين الملاحة في هرمز، وطهران تحذر من زعزعة أمن المنطقة. ساعات على انتهاء مهلة عبد المهدي لهيكلة الحجد، وأغلب فصائله تستجيب للقرار. خلية صقور تحدد مكان وجود البغدادي، والقوات المشتركة تتصدى لهجوم في صلاح الدين. أربع سنوات لحل أزمة الطاقة يقول وزير الكهرباء، ويؤكد مشاريعنا ستحقق الاكتفاء الذاتي. الفلوجة تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.